استسمحكم يعني ندي لنفسنا بس شويه عقل كده ونسال اسئله عاديه. يعني ما زالت قصه الاشتباكات في رفح ما بين جنود الصهاينه وبين الجنود المصريين لا زالت تلقي بظلالها على المشهد بشكل عام، ولا زال الجانب المصري بمصر على التعتيم المستمر والتضليل المستمر؟ محاولات نظام السيسي ان محدش يوصل لاي معلومه، ان الشعب ما يعرفش حاجه، مش عايزين حد يعرف اي حاجه عن ما حدث في رفح، بيتجسد في فيديو ضابط الشرطه اللي حضر جنازه الشهيد اسلام ابراهيم المجند الثاني في عبد الرحمن وفي اسلام. طلع ضابط الشرطه وقال لك الشهيد مات برصاص صاحبه بالغلط. عشان بس في ناس بتستغل الظروف. اولا من مات دون اهله فهو شهيد، وهو عين من عينين لا تمسهما النار. هو كان عين واقف خدمه، والعين التي باتت تحرس في سبيل الله ما بتخشش النار، ما بتلمسش النار. هو شهيد باذن الله، باذن الله، ولا مزكى على الله. عشان ما حدش يقول لحضرات والله كمان مره، وحق لا اله الا الله، وحق المشهد النهيب اللي احنا فيه ده، ورحمه ابويا وامي اللي عمري ما بحلف بيه، الله يرحمه، توفاه الله وهو في خدمه بالخطا من واحد زميل. اللي حصل من العسكري اللي برضه من هنا من الفيوم ده مات على الحدود، حقه محفوظ وحقته كلها محفوظه. عشان ما حدش يقول كلام مش مظبوط، عشان في ناس بتستغل الظروف وبتعمل مواقع تقول كلام مش مظبوط. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم كمان مره، والله كمان مره ما ردتش كلمه. انا بقول حقه محفوظ كامل مكمل وكل حاجه. احنا كده كده ما نضيعش حق حد، بنفضل بنضهر الرجاله بتاعتنا عشان احنا اصلا اخوات، واحنا منكم وانتم مننا. عشان ما حدش يقول كلام، انت شفت ناس بتصور وناس بتستغل الظروف اللي احنا فيها. انا اسف، هو مش ضابط شرطه، هو ضابط جيش. بس خلينا نمشي مع الضابط ده قال ايه. معلش نتكلم تاني كده ونسمع، ركز عند جملة حلف فين. هو قال ده مات زميله ضربه بالنار، كلام محترم جدا وارد، وارد ليه لأ؟ كتير ما ناس بتبقى غشيمة، يلعب في السلاح، السلاح يضرب مات، اوكي. بس قال حقه محفوظ، اللي هو ايه بقى حقه؟ وهنا حلف. اسمع كده، عشان بس في ناس بتستغل الظروف. اولا من مات دون اهله فهو شهيد، وهو عين من عينين لا تمسهما النار. هو كان عين واقف خدمه، والعين التي باتت تحرس في سبيل الله ما بتخشش النار، ما بتلمسش النار. هو شهيد باذن الله، باذن الله، ولا مزكى على الله. عشان ما حدش يقول لحضرات والله كمان مره، وحق لا اله الا الله، وحق المشهد النهيب اللي احنا فيه ده، ورحمه ابويا وامي اللي عمري ما بحلف بيه، الله يرحمه، توفاه الله وهو في خدمه بالخطا من واحد زميل. اللي حصل من العسكري اللي برضه من هنا من الفيوم ده مات على الحدود، حقه محفوظ وحقته كلها محفوظه. عشان ما حدش يقول كلام حلو قوي. اللي هو ايه بقى حقه؟ طيب احنا هنتقمص دور محقق نيابه ونسأل سؤال منطقي. حضرتك راجل محترم وقلت لأسرة الشهيد إن هو شهيد، يعني أنتوا بتعترفوا بيه شهيد. السؤال الأول، طب هو لما هو شهيد ما تعملتلوش ليه جنازة عسكرية؟ أنت بتقول أهو إن إحنا مات ومن عين باتت تحرس في سبيل الله فهو شهيد. طب لما هو أنتوا بتعترفوا بيه شهيد ليه ما عملتلوش جنازة عسكرية؟ دس في سبيل الله فهو شهيد. طب لما هو انتوا بتعترفوا بيه شهيد ليه ما عملتلوش جنازه عسكريه؟ ده السؤال الاول لحد ضابط. حد ضابط انت كذاب واللي بعتك كذاب. السؤال الثاني، انت بتقول هو مات زميله ضربه بالنار. ابسط حق من الحقوق اللي انت حلفت عليها دي ان انت تقول للاسره مين زميله اللي ضربه بالنار؟ وهيتعامل معاه ايه؟ وايه تفاصيل الحادثه؟ ولا احنا مش مفروض نعرف؟ يعني اسرته مش مفروض تعرف؟ ولا ناخد روايه حضرتك كده ونشرب وراها كوبايه ميه؟ طبيعي حضرتك بتقول انه شهيد، كلام جميل قوي، وده مش بشهادتك انت، ولا بشهاده اللي بعتك، ولا بشهاده قائد جيشك، ولا بشهاده الجعير اللي مشغلكم. عرفت ليه مش هتحصل ثوره؟ لانه الضابط مع الضابط جاي يكذب، ولما هو شهيد على الضابط ما عملتلوش ليه جنازه عسكريه؟ ده ابسط حقوق.
وبعدين بتقول حقوق اللي هي ايه؟ تبقى الناس مش عايزة حاجة، الناس احتسبته عند الله شهيد، مش عايزين بقى مال ولا حاجات دي، خلاص اوكي. انما ابسط حقوقهم ان تعرفهم مين اللي ضربه، واللي ضربه ده فين دلوقتي، اتعور مات ولا بيتسجن وتعملت له محاكمة عسكرية، واسمه ورسمه، وايه اللي تم في التحقيق في النهاية العسكرية في الحادثة، ولا خلاص اندفن والسر مات معاه. هل ممكن نعرف في يوم من الايام نتيجة التحقيقات ده لو كانت تمت اصلا؟ حقيقة ده مش كلامي بس، ده كلام كل الناس العاقلة. الناس علقت على حدث الضابط الكذاب ده وقالت الكلام ده اهو بالغلط، واخد رصاصتين والتلاتة بظهره ليه؟ كان بيلعب بالرشاش؟ ولما هو كان غلط غيرت كلامك تاني ليه لما جيت لأمه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم، زي أمثالكم كلاب وطن مش حمات وطن. يا راجع قلبي عليك يا ابني. سبحان الله، استشهد في نفس الوقت اللي الكيان الصهيوني قال انه قتل جنديين، وفي نفس الوقت اللي استشهد فيه زميله عبد الله، قصده عبد الرحمن، في الاشتباكات. نلغي عقولنا ونصدق الباشا عشان حلب بأبوه وأمه. كذاب زيك، قيادتك الفاشلة الخاينة اللي سايبة أهلنا في غزة يبادوا، قيادتك للاحتلال اخترق اتفاقية كامب ديفيد وطلعوا كلابهم يقولوا احنا هناخد تعويض وفلوس، حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا هنا حضرات، بص كل الناس، انا اتكسفت لك وانا بشوف الهبل اللي بتقوله ده. هي الناس بتتكلموا ما عندهمش عقل يفكروا؟ انت تتعامل مع الناس على اساس انهم حمير؟ انتوا كذابين، بعتوا الميه وبعتوا الارض وحاطين ايديكم في ايد الصهاينه، انتوا خربتوا البلد، ربنا يرحمنا منكم. ده بيكلم الجيش، بيكلم ضابط الجيش الصغير. سبحان الله، زميله كان بيلعب قتله، والتاني ده قبل ما يموت قتله برضه، قصه عبره للصحيح يعني. ومين بقى صاحبه اللي قتله بالغلط ولا مات هو كمان؟ التاني قال لك ما هو مش عارف يتكلم اصلا. امبارح حد قال لي، ولا اول امبارح قال لي يا بيه انت عايز الجيش يقوم بانقلاب على السيسي ازاي؟ ده اذا كان اللي بيطلع من الكليه بياخد شقه تمليك على يوم القيامة العصر بحاجات وعربيه، وفرحه بيتعمل في دار من دور القوات المسلحه، وكمان بيروح شهر العسل مع العروسه الحلوه في حته بتاعت القوات المسلحه، دي بلدهم. الضابط اللي بيكذب ده، اللي بيكذب على ربنا، وربنا هيولع فيه ان شاء الله، هتلاقي رتبته صغيره، لا هو لواء ولا هو حاجه، ما اعرفش رتبته ايه. هاتوا كده الفيديو تاني كده، احنا جبنا تفاصيل الراجل ده، رتبته ايه؟ قرب منه كده، قرب كمان، قرب هنا جنبي، ده في نسر على اكتافه، ده عميد ده ولا رائد؟ عميد تقريبا، مقدم، تخيل مقدم، تخيل مقدم. ده بقى يعني تحت اللي تحت اللي تحت اللي تحت، ده يعمل انقلاب على السيسي؟ عبد الناصر لما عمل انقلاب على الملك فاروق كان سنه حاجه و30 سنه، كان بجباشي، كلهم كانوا شباب صغيرين كلهم، بس عانوا الامرين في حرب 48 في فلسطين، وتلموا كده عملوا انقلاب، ربنا ساعدهم والحظ يعني، هو ربنا مش الحظ يعني، انما كلهم كانوا في سن الاخ ده كده اصغر منه، كان في ناس اصغر منه يعني. محمد عبد الحليم ابو غزاله اسمه في كشوفات الضباط الاحرار، كان ملازم اول يعني، لسه خريج طازه من المدرسه الحربيه. انا شفت اسمه في كشف من كشوفات الضباط الاحرار، كان اكبر واحد فيهم هو اللي هو محمد نجيب، وده كان لواء، وجابوه كده صوره عشان يبقى الجيش يخاف منه يعني، انما كلهم كانوا عيال صغيره، كانوا اصغر من الاخ الكذاب. انا بقول لك انت بتحلف حقه محفوظ، اول جمله قلتها انه شهيد، طب ليه ما تعملتلوش جنازه عسكريه؟ ليه ما تلفش بعلم مصر؟ اسلام ما سيبك من ده، اسلام ما تلفش بعلم مصر، هسر جنازه اسلام والنبي كده، ما تلفش بعلم مصر. لما انت بتقول انه شهيد ادوله حته قماشه شيخ علم مصر، الراجل دفنتوه كده كتمي بالليل والكهرباء مقطوعه بيه في القريه، وخلصت الليل على كده. لما هو شهيد ما تعملتلوش ليه جنازه عسكريه؟ طب وسيبك من ده، تفاصيل حادثه ايه؟
زميله بقى اللي كانوا بيلعبوا مع بعض بالكلاشينكوف 47 ده، وطق طق طق ضربوا بعض في نفس توقيت ضرب اسرائيل. يعني اسرائيل بتضرب وهم بيضربوا بعض. هبل بقى الله يرحمهم ويحسن اليهم. احنا كشفنا لكم هنا في البرنامج مين هو اسلام اهو. ده بيأكد لك ان في اصابات وشهيد تاني. الصحف العبرية وقت الحادث بساعات قالت ان في 2 مجندين مصريين اتقتلوا في تبادل اطلاق النار. اهو مش ده اسلام اللي انت حلفت عليه؟ ده ما عندوش علم، ما جبتلوش علم. قال لك ده شهيد، اقسم بالله العظيم ده شهيد، اقسم بالله العظيم ده شهيد. تخيل. طب فين الشهيد بقى؟ شفتش عمرك شهيد مفيش علم مصر عليه؟ وبالليل ومفيش جنازة عسكرية ومفيش رئيس مجلس المدينة، مفيش حاجة خالص. اهو بص اهو ميت عادي جدا.